نظم مجمع القرآن الكريم على مدار أسبوع ورشة حول ترميم المخطوطات التي تأتي ضمن برنامجه الصيفي المتنوع، وذلك في إطار دور المجمع في نقل إرث علوم القرآن وتاريخه المعرفي والحضاري والثقافي للمجتمع والعالم. وقال سعادة عبد الله خلف الحسني الأمين العام لمجمع القرآن الكريم. تعد المخطوطات كنوزا اثريه قيمه توفر للزائرين والباحثين الاكاديميين فرصه الاطلاع عليها والتعرف الى تاريخ وعلوم وكتابه القران الكريم وتهدف الورشه التي قدمها خبير ترميم المخطوطات احمد يوسف وشهدت تفاعلا ومشاركه كبيره من مختلف الاعمار الى الاهتمام بالمخطوطات والوثائق التاريخيه والحفاظ عليها والتعامل الامن معها بما يحفظها لفترات طويله